السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في كليه الطب، كليه طب اكتوبر. اعرفكم بنفسي اولا كده، انا معاكم دكتور مصطفى، دكتور البايوكيمستري اللي هي علم الكيمياء الحيويه. انا 29 سنه، خريج كليه الطب، بدرس ماده البايوكيمستري في كليات الطب الحكوميه لاكثر من 8 سنين بفضل الله، ومعاكم زمايلكم وعلى الجروب ان شاء الله هنتابع مع بعض، وهتشوف الجروب بتاعي باذن الله اللي عليه كليات الطب، كليه طب اسنان وطب بشري وعلاج طبيعي. بشرح البايوكيمستري في اكتر من كليه، وان شاء الله هكون معاكم في شرح ماده الكيمياء الحيويه اللي هي البايوكيمستري لطب اكتوبر ان شاء الله، اول موديول لينا مع بعض في سنه اولى، هو موديول البي او اس. مدير البي او اس بيتكلم في الكيمياء الحيويه عن ثلاث شباتر، ثلاث فصول، ثلاث دروس. اول واحد اسمه البروتين، ثاني واحد اسمه الدهون، ثالث واحد اسمه النشويات او السكريات. نبدا ببساطه كده مع بعض. اول موضوع اللي هو كانت اول محاضره ليكم في الكليه عن شابتر البروتين، هنبقى بنشرح ان شاء الله بالعربي، وبنراعي ان احنا لسه في الاول، اللغه عندنا مش قوي، وهبقى بترجم كل حاجه واحده واحده مع بعض. اذا تخيلنا ان البروتين هو عامل زي البوكس ده، الصندوق ده. البروتين ده يا جماعه بيتكون من وحدات مكونه ليه. بشبه البروتين لطلبة بتوعي بان هو عامل زي بيت كبير. البيت الكبير اللي انت شايفه من بره ده ما كانش كده في يوم من الايام، هو كان في الاول طوبه واحده بس، طوبه واحده وقفت جنب طوب كتير وتلزقوا مع بعض وطلعوا طلعوا طلعوا لحد ما كونوا البروتين الكبير ده. يبقى البروتين بيتكون من وحدات. الوحده الواحده المكونه للبروتين الصرح الكبير ده، الوحده الواحده بس منه اسمها الأحماض الأمينية. ترجم معايا، أمينو أسيد يعني أحماض أمينية أو حمض أميني. إحنا غرضنا في الفيديو ده إن شاء الله إحنا مش هنتكلم عن البروتين، ده غرض المحاضرة التانية إن شاء الله أو الفيديوهات اللي بعد كده. نظام شغلنا بالمناسبة هيبقى متاح إن شاء الله إن إحنا ننزل مع بعض السنتر في أكتوبر، أو نشتغل أونلاين فيديوهات على حسب اللي أنتوا حابينه. يلا نبدأ نتكلم مع بعض كده. يبقى الوحدة الواحدة المكونة للبروتين اسمها أمينو أسيد. أمينو أسيد يعني إيه؟ أحماض أمينية. طيب يا دكتور، البروتين بيتكون من كام حمض أميني؟ في كام حمض أميني في البروتين؟ قال لك إن البروتين ده لو جواه مليون طوبة، مليون وحدة، تأكد إن المليون طوبة دول كانوا في الآخر 20 نوع بس. يوجد في البروتين 20 نوع من الحمض الأميني. يلا نقرا مع بعض كده، ده كلام الكتاب بتاعك. البروتين formed of amino acid. البروتين يتكون من أحماض أمينية. في كام نوع من الأحماض الأمينية؟ في 20 نوع من الأحماض الأمينية. طب أنا مش فاهم يا دكتور، يعني إيه 20 نوع من الأحماض الأمينية؟ بص يا سيدي، لو افترضنا ان دي كده الوحدات اللي هي الاحماض الامينيه، افترض ان ده نوع اهو، وده نوع تاني، وده نوع تالت، مشبههم لك ان هو مربع، مثلث، دايره. يعني عايز اقول لك ان في انواع كتير من الوحده الواحده. في كام نوع بقى؟ ده سؤال مهم جدا جدا في الاختيارات. 20 نوع من الاحماض الامينيه بيدخل في تركيب البروتين. طب يا دكتور، ال 20 نوع دول كلهم مختلفين عن بعض؟ قال لك لا، ال 20 نوع دول في حاجة مشتركة بينهم كلهم. عارف ايه الحاجة المشتركة اللي بينهم كلهم؟ ان التركيب بتاعهم على الوزن ده. يلا بقى ندرس كيمياء ومركبات ومعادلات وهكذا. يلا نبدأ دراسة الكيمياء فعلا. بص على الرسمة دي، انا لو شاورت على الرسمة دي هتقول ان دي ايه؟ هتروح قايل كده ان ده التركيب العام لأي حمض أميني. ده كده التركيب العام بتاع أي واحد من العشرين. أي حد من العشرين تركيبه بالمنظر ده. طب هو إيه ده يا دكتور؟ تعال ناخدها واحدة واحدة. المجموعة دي في الكيمياء اسمها مجموعة الكربوكسيل. اسمها إيه؟ كربوكسيل، هي مجموعة الأحماض. الكربونة اللي بعدها دي كربونة، حواليها أربع مجموعات، واحدة منها اسمها مجموعة الحمض اللي هي الكربوكسيل. طيب دي ايه؟ دي ذرة هيدروجين. طب دي ايه؟ لو انت مش عارف، ال NH2 دي مجموعة في الكيمياء اسمها مجموعة الأمينو. NH2 هي مجموعة الأمينو. طب تحت يلا، ايه بقى الار دي؟ استنى قبل ما اكمل، هو انا قلت ان في كام نوع من الاحماض الامينيه؟ في يا دكتور 20 نوع من الاحماض الامينيه. ال 20 كلهم يا شباب، ال 20 كلهم عندهم نفس الجزء ده في التركيب.
يعني كلهم عندهم COH CH NH2. الاختلاف ما بين الواحد والتاني والتالت والرابع في العشرين في الجزء ده يا شباب في الار. طب وهي ايه الار دي يا جماعة؟ الار دي سلسلة كربونية. وبكده يبقى تركيب الحمض الاميني هو كربونة في النص كده في السنتر حواليها مجموعة كربوكسيل وذرة هيدروجين ومجموعة أمينو وسلسلة كربونية متبقية، وهي دي اللي تميز الحمض الأميني. أما ده كده كله مشترك، ده جزء مشترك فيهم كلهم. سؤال بقى، دي كده أنت قلت لي اسمها إيه بالعربي؟ دي اسمها التركيب العام لأي حمض أمين. طب بالإنجليزي اسمها إيه؟ بالإنجليزي يا شباب اسمها ألفا أمينو أسيد. واحدة واحدة، ليه تسمى أمينو أسيد؟ اتسمى أسيد علشان المجموعة دي يا شباب، مش أنا قلت لك المجموعة دي مجموعة الأحماض وكلمة أسيد يعني حمض. يبقى اتسمى أسيد عشان في دي. طب ليه تسمى أمينو أسيد؟ اتسمى أمينو عشان دي اللي هي مجموعة الأمينو NH2. طب ليه بقى دي صعبة شوية؟ ليه بقى تسمى ألفا؟ الإجابة تسمى ألفا يا شباب لأن مجموعة الأمينو دي جت عند الكربونة دي. هو سؤال، لو أنا بدأت أعد الرسمة دي الكربونات اللي فيها من أول هنا، أدي دي واحد، دي تبقى إيه؟ دي اتنين، صح؟ في شابتر الدهون إن شاء الله هنعرف إن الكربونة التانية دي اسمها ألفا. في الشابتر التاني في الفصل التاني بعد كده هنعرف ان الكربون رقم 2 دي اسمها الفا. لو سالتكم كلكم يا شباب سؤال، هي مجموعه الامينو دي طالعه من انهي كربونه، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ كله بيقول معايا طالعه من الكربونه الكام؟ الثانيه. في الكيمياء الكربونه الثانيه دي اسمها الفا. يبقى علشان مجموعه الامينو طالعه من الكربونه الفا فسمينا الرسمه بايه؟ الفا أمينو أسيد. كلمة ألفا أمينو أسيد هو التركيب العام لأي حمض أمين. نرجع بسرعة اللي قلناه، يوجد في تركيب البروتين 20 نوع من الأحماض الأمينية كلهم يشتركوا في التركيب ده. اللي عندهم كربونة على يمينها H، على شمالها NH2 اسمها أمينو، وفوقها مجموعة حمض كربوكسيل، وتحتها مجموعة R اللي هي سلسلة كربونية. الجزء ده موجود في كل العشرين، الجزء ده هو اللي بيميز واحد واحد في العشرين. الرسمة دي كلها على بعض، كلها كده على بعض اسمها ألفا أمينو أسيد. ليه تسمى ألفا؟ لأن مجموعة الأمينو عند الكربونة رقم 2. سؤال يا دكتور أخير عشان أمشي وأروح لجزء تاني، هل كل العشرين كل العشرين كتركيب تركيبهم كده؟ قال لك لا، معظم العشرين تركيبهم كده، في واحد او اتنين شذوا عن التركيب ده، يعني تركيبهم غريب شوية. اسمهم ايه الناس اللي يستثناء القاعدة؟ البرولين، حمض اميني اسمه البرولين. السؤال اللي كله هيسأله، ايه اللي خلى البرولين لوحده كده بعيد عن كل العشرين التانيين؟ البرولين في رسمته لا يوجد في دي، ما فيش في رسمة البرولين مجموعة الـ NH2، لا يوجد في البرولين NH2. أمال إيه يا دكتور؟ بدل مجموعة الـ NH2 في البرولين بيكون في مجموعة NH بس، و NH بس في الكيمياء اسمها مجموعة الإيمينو. خلي بالك NH2 اسمها أمينو، NH بس اسمها إيمينو، عشان كده بيسموا البرولين مش أمينو أسيد، بيسموا البرولين إيمينو أسيد، لأن هو اتحرم من الـ NH2 وبقى مكانها في NH بس. كده الحمد لله خلصنا الجزء المقدمة كده اللي بيفهمك الأول يعني إيه أمينو أسيد والتركيب العام للأمينو أسيد وفي كام حمض أمين. ندخل بقى على موضوع مهم جدا 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 اسمه تصنيفات الأحماض الأمينية. احنا معانا كام حمض امين يا شباب؟ احنا متفقين يا دكتور ان احنا معانا 20 حمض امين، في 20 نوع من الامينو اسيد، صح كده؟ بالظبط.
ال 20 نوع من الاحماض الامينيه دول هنعمل لهم تصنيفات. واحد هيقول لي ما الاساس الذي تقوم عليه التصنيفات؟ قال لك في ثلاث انواع من التصنيفات. ايه هي يا دكتور الثلاث انواع؟ بص يا شباب، قال لك في تصنيف ال 20 على حسب التركيب الكيميائي. معلش نترجم، نسينا نترجم. يلا كلمه كلاسيفيكيشن يعني تصنيف. امينو اسيدز قلناها مره، يعني الاحماض الامينيه. هناك ثلاث انواع من التصنيفات. اول تصنيف اسمها كيميكال، يعني تصنيف على حسب التركيب الكيميائي. ثاني تصنيفه اسمها ميتابوليك، يعني ايه؟ يعني على حسب التمثيل الغذائي. ترجمها كده، ميتابوليك يعني على حسب التمثيل الغذائي. وفي تصنيفه ثالثه واخيره وهي اهم واحده اسمها نيوتريشنال، يعني على حسب الاهميه الغذائيه. ثلاث تصنيفات ال 20، يلا نبدا اول واحده فيهم اللي هي اسمها نيوتريشنال كلاسيفيكيشن. ودي معناها يا شباب ان انا همسك ال 20 امينو اسيد. انا معايا يا جماعه 20 حمض اميني، عايز اصنفهم على حسب الاهميه الغذائيه. والله يا دكتور ال 20 امينو اسيد لما صنفناهم على حسب الاهميه الغذائيه صنفناهم لنوعين. اول نوع اسمها essential amino acids. في بعض من العشرين يا دكتور اسمهم essential، وكلمة essential معناها في الكيمياء يا جماعة يعني حمض أميني مهم. وطبعا الباقي من العشرين هيبقى اسمهم مش مهم، غير مهم، إن فيها non essential يعني غير مهم. السؤال هو بقى، انت قول على الحمض الاميني انه هو essential. السؤال التاني، مين هم من العشرين امينو اسيد المهمين؟ السؤالين لازم نجاوب عليهم. انت قول على الامينو اسيد انه هو مهم، تلات شروط لازم يتوفروا في الامينو اسيد عشان اقول عليه انه هو essential. ايه هم التلات شروط دول يا جماعة؟ بصوا معايا كده، واحد اتنين تلاتة. اول حاجة، لا يصنع في الجسم. انا هيبقى معايا دلوقتي حمض امين اسمه جلايسين، واحد كده اسمه جلايسين، فهروح اسال الجلايسين، يا جلايسين هو انا جسمي بيعرف يصنعك؟ هيروح قايل الجلايسين لا. بيعرف يصنعك الجلايسين؟ هيقول لي لا. اقول لك بس السنش، انا بضرب مثال افتراضي. يبقى الامينو اسيد لو الجسم مش بيعرف يصنعه يبقى السنش. طب لو الجلايسين رد وقال انا جسم الإنسان بيعرف يصنع الحمض الأميني اللي اسمه جلايسين. إذا الحمض الأميني جسم الإنسان قادر على تصنيعه يبقى مش مهم. يبقى اسمه إيه؟ نون إسينش. يبقى أنت عايز تقولي إن الثلاث شروط دول هيتعكسوا هنا بثلاث شروط تانيين. أول شرط هنا لا يصنع في الجسم، يبقى هنا إمتى أقول نون إسينشيال؟ يبقى لو يصنع في الجسم. تاني شرط هنا بقى، لابد من تناوله في الاكل. لو الحمض الاميني لازم اخده في الاكل، شوف انت قلت ايه؟ لازم، ما ينفعش ماخدوش، لازم اخده. لو لازم ناكله في الاكل، لازم نتناوله في الاكل، يبقى اسمه ساعتها essential. اما العكس، يمكن الاستغناء عنه. شوف انت بتقول ايه؟ يمكن الاستغناء عنه، يبقى مهم ولا غير مهم؟ غير مهم. تالت شرط هنا قصاد تالت شرط هنا، نقصه يسبب امراض. ان فيها هنا نقصه لا يسبب امراض. ايه هو الاسينشال امينو اسيد؟ يلا بالعربي ثم نكتبها انجليزي بقى. ايه هو الاسينشال امينو اسيد؟ حمض امين لا يصنع في الجسم، لا بد من تناوله في الاكل، نقصه يسبب امراض. طب ايه هو الحمض الاميني الغير مهم؟ حمض امين يصنع في الجسم،
لا يمكن لا يمكن الاستغناء عنه، يعني مش لازم اخده، مش لازم اكله، نقصه لا يسبب امراض. يلا نترجم الكلام ده انجليزي يا شباب. لا يصنع في الجسم يعني كده كده cannot be formed or synthesized in body، لابد من التناول في الاكل. باقي التعريف must be taken in diet، نقصه يسبب امراض deficiency، كلمة deficiency يعني نقص، causes disease. كده جاوبنا على اول سؤال، امتى اقول على الحمض الاميني ان هو essential وامتى اقول non essential؟ السؤال الثاني، مين هم بقى الاحماض الامينيه الاسينشال والنون اسينشال؟ بص معايا كده يا شباب، في جمله من 10 كلمات بنالفها للطلبه بتاعتنا، جمله بتحفظك 10 حاجات، هي جمله مش مهمه، جمله بتقول بالانجليزي I left home، انا سبت البيت، to make visit عشان اروح رحله او زياره، through لندن فلبين ارجنتين، الرحله دي خلال لندن والفلبين والارجنتين. هذه جمله بالانجليزي ملهاش لازمه، ولكن غرضها هي انها تثبت في دماغك 10 اسماء ل10 احماض امينيه. يلا كده يا شباب، انا هطلع من كل واحد منهم باسم حمض اميني وهم دول الاسينشال. ركز معايا، اي ايزوليوسين، ليفت ليوسين، هوم هيستيدين، تو تريبتوفان، ميك ميثيونين، فيزيت فالين، ثرو ثريونين، لندن لايزين، فلبين فينايل آلانين، أرجنتين أراجنين، أراجنين. تاني يا شباب، 10 كلمات عايزين يوصلونا ل10 أسماء من الأحماض الأمينية، هم دول الإسينشال، أي أيزوليوسين، ليفت ليوسين، هوم هيستيدين، تو تريبتوفان، ميك ميثيونين، فيزيت فالين، ثرو ثريونين، لندن لايزين، فلبين فينايل ألانين، أرجنتين أراجنين. 10 أحماض أمينية هم دول الإسينشال. سؤال يا شباب، هو احنا متفقين ان في كام حمض أميني في البروتين؟ يوجد في البروتين يا دكتور 20 حمض أميني. حلو قوي. طيب بقية العشرين، باقي العشرين هتلاقيني كتب لك هنا كده بالانجليزي ايه؟ زارست. يعني ايه زارست؟ يعني اي حد تاني غير العشرة دول مش هيبقى essential، هيبقى ايه يا شباب؟ non-essential. non-essential يعني ايه؟ مش شرط تاخده في الاكل، ما بيتصنعش في الجسم، بيتصنع في الجسم اسف، نقصه لا يسبب امراض، مش مهمين يعني يا جماعة. اوكي، هنا عشرة وهنا عشرة. احنا كنا زمان بنشرح الشرح ده، ولكن حديثا طلع ان الكلام ده مش مظبوط قوي. ليه يا دكتور؟ طلعت التقسيمة مش 10 10، 10 اسينشال 10 اسينشال. امال ايه يا دكتور؟ طلع فيه كلام جديد شوية. ايه هو الكلام ده؟ هنقوله نكتفي بيه كده يا شباب. ليه بقى يا دكتور بتقول ان الكلام ده غلط وان الكلام ده بقى قديم شوية؟ زمان يا جماعة كنا بنقسمهم 10 اسينشال و10 نون اسينشال. دلوقتي بقى في 2 من العشرة دول، 2 من العشرة هنا، اللي هم يا شباب الهيستيدين، الهيستيدين ده هنسحبه، والاراجينين اخر واحد هناخدهم بره كده على السبوره لوحدهم اهو، الهيستيدين والاراجينين. مالهم بقى دول يا دكتور؟ وقالوا يا شباب ان الاثنين دول الهيستيدين والاراجينين ممكن يتصنعوا في الجسم. خلاص يا دكتور، طالما قلت ممكن يتصنع في الجسم يبقى هما مش هيبقوا اسينشال بقى ويبقوا نون اسينشال. قال لك بس استنى، الهيستيدين والاراجينين يا جماعه دول كان بي فورمد باي اماونت، بيتصنعوا كميه. الكميه دي مالها بقى يا شباب؟ الكميه دي
تكفي الكبار. الكمية اللي بيصنعها الجسم كافية للكبار. الكبار دول اللي هم الأدلتس يعني. الهستيجين الرجل بيتصنعها؟ لا بيتصنعها، بس بيتصنعها بكمية كافية للكبار بس. الكمية دي غير كافية، not enough، غير كافية للصغيرين، للتشيلدرين. طيب وبعدين يا دكتور؟ بص يا شباب، هو احنا دلوقتي في مشكلة، يا ترى الأرجنين والهستيرين علشان هما بيتصنعوا أقول إن هما non essential، ولا علشان هما بيتصنعوا بكمية غير كافية أقول إن هما essential؟ هما بالنسبة للكبار يا شباب non، لأن هما مكفياهم. أما بالنسبة للصغيرين ضروريين إن ياكلوهم، لأن هما الكمية مش مكفياهم. فقمنا اتفقنا وقلنا إحنا هنحط الاتنين دول الأراجينين والهستيرين في تصنيفة لوحدهم، ولا هما إسينشيال 100% ولا هما نون إسينشيال 100%، دول هيتقسموهم السيمي إسينشيال. سيمي اسينشال يعني نص اسينشال، يعني اللي هما ولا كده ولا كده. وبكده الامينو اسيدز يا شباب بقوا 8 هنا 10 هنا 2 هنا. 8 اسينشال اللي هما بقيه ال 10 لما نشيل منهم هيستيدين وارجنين، وبقيه ال 20 بعد ما نشيل ال 10 كلهم اللي هما نون اسينشال، وفي 2 من ال 10 مش هيبقوا اسينشال، هيبقوا سيمي اسينشال. اتمنى اكون بدات معاكم بدايه بسيطه كده، واتكلمنا بالراحه وعربي وترجمنا. ان شاء الله نكمل بعد كده الجزء بعد الجزء دوت بعد التصنيف النيوتريشنال. بعد كده ان شاء الله تابعوا الجروب يا شباب. السلام عليكم.